أنا اسمي أنس من العراق، محافظة صلاح الدين قضاء الشقاء. زين، أهلا ومرحبا، تفضل أخ أنس. بن مهني السلام. أستاذ العزيز، شيخنا العزيز، أنا عندي يعني بعض الأسئلة إذا تسمح لي من جنابك. أي تفضل. زاد فضلك يرحم والديك ويبارك فيك. شنو الفرق، يعني الفرق بين السنة والشيعة؟ السؤال الأول، إحنا مو إسلام واحد، قرآن واحد، نبينا واحد. ألو. إي أنا أسمعك، أسجل سؤالك. إيه السؤال، يعني شنو الفرق بين سنة وشيعة؟ أنا سني، مذهب سني، بس الله شاهد، يعني لا ما يعني ماكو فرق، يعني ما فرق ابدا داخل قلبي ابدا. انا مسلم. مسلم بالدرجه طيب. الاولى. تريد تسمعني من الشاشه فيه. اجاوبك، تسمعني من الشاشه. تسمح لي شيخنا العزيز، ولو شوي راح اطول عليك. انا سني، اخوي شيعي، ما عندنا تفرقه ابدا والله العظيم، يعني وخاصه بمدينتي. واني على المنبر يعني ادعوك تجي زيارة المدينة وشوف، يعني ما عندنا فرق يا يعني اخي الكريم. هسه هذا ما يخالف، حبتنا بداخلتنا، هذا ما عندنا به مشكلة، هذا ما عندنا. اخي الكريم اسمعني نعم. اسمعني اخي الكريم، احنا ما عندنا مشكلة، يعني احنا ما جايين لا ندعو الى القتل، نحن ندعو الى تصحيح العقيدة. اكو فرق بين هذا الموضوع وبين هذا الموضوع. انت الان سألتني ما هو الفرق بين الشيعة وما هو الفرق بين المخالفين للشيعة، فأنا الآن راح أجاوبك من منطلق الدين. جيد؟ جيد. هل تريد تسمعني من الشاشة؟ لا والله أسمعك مباشرة عادي. طيب ابقى معي فقط استمع. الأخ الكريم يقول ما هو الفرق بين الشيعة وبين المخالفين للشيعة مما يسمى بأهل السنة أتباع أبي بكر وعمر. يقول ألسنا قرآن واحد ورب واحد وقبلة واحدة؟ طبعا هذا الكلام خطأ، هذا الكلام مو صحيح، أبدا مو صحيح. هذا الكلام يقوله الجهال من الناس الذين هم أصحاب المستويات الجاهلة. لا أعني الأخ، لا 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 لا، أعني من يروج إلى هكذا معلومات. الأخ هذا مسكين، هو سمع هاي، وعى على الدنيا يسمع هذا الكلام. لا أعني الأخ، أعني من هو أكبر من الأخ. حتى بعضهم من العمائم من عندنا إحنا الشيعة، بعضهم من العمائم. بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خير الجزاء. نعم، بعضهم من العمائم العفنة التي تقول بهذا الكلام، والبعض الآخر ليس من العمائم، مرات ملحد يجي يقول هذا الكلام من باب حبه للوطن، ويعني زيادة حبه يقول نحن إسلام واحد، نحن قبلة واحدة. هو ملحد ما له دخل بالموضوع. أو مرات واحد لا يصلي ولا يصوم، فاسق، ممكن مرات شراب خمر يقول هذا الكلام. فهي يعني هي هاي المستويات، يعني أصحاب العلم والخبرة ما يقولون هذا الكلام أبد ما يقولون هذا الكلام. لماذا؟ لأن الفرق فرق السماء عن الأرض. نبدأ نشرع بالفروق. أولا، فرق بالاعتقاد بالتوحيد، وهذا أعظم 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 فرق بيننا وبين أتباع أبي بكر وعمر وعائشة، أعظم فرق. هنالك اختلاف في الاعتقاد في التوحيد. نحن تبعا للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام نعتقد أن الله واحدا أحدا فردا صمدا منزه عن كل شيء، خالق كل شيء وليس كمثله شيء، خالق كل شيء وليس كمثله شيء. هذا اعتقادنا في التوحيد. أما غيرنا لا يعتقد هكذا، غيرنا بعضهم ذهب إلى أنه يعتقد أن الله عز وجل له عظام وضلوع ويد وقدم ورأس،
بعضهم ذهب إلى أن العرش هو كرسي الذي يجلس عليه رب العباد، بعضهم ذهب إلى أن الله عز وجل يضع ساقه يوم القيامة في النار لأن النار تصرخ وتقول هل من مزيد، فحينما يضع ساقه في النار النار تسكت. بعضهم ذهب إلى أن الله عز وجل يصعد وينزل على بغله، ينزل إلى هذه الدنيا ويصعد إلى السماء على بغله على حمار، هاي عندهم في الروايات. كل هذه الأشياء التي ذكرتها هي من اعتقاد ما يسمى بأهل السنة والجماعة أتباع دين أبي بكر وعمر. واحدة من هذه الاعتقادات تجعل الإنسان على حد الكفر بل أعظم. لماذا؟ لأننا حينما نقول التزاما بقول القرآن الكريم وبقول الأئمة عليهم السلام خالق كل شيء وليس كمثله شيء، أي لا يوجد شيء يشبه الله عز وجل أبدا أبدا، لا له ساق، لا له قدم، لا له كرسي، لا له حتى مكان. الأئمة عليهم الصلاة والسلام أئمة أهل البيت الخلفاء الشرعيين يعلموننا، يوم اللي يسألهم واحد زنديق منحرف يقول لهم أين الله، وما أجمله من رد. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول سؤالك خطأ، مضمون الرواية، لأن الله خالق الأين فلا يؤينه الأين، الله عز وجل لا يؤينه، لا تأتي عليه الأين فيكون أين الله. أين أي معناها أين كان. حتى هذه العبارة تعلمنا من الأئمة عليهم السلام ألا نقولها، لأن الله هو الذي خلق الأين إلى هذه الدرجة، هو الذي خلق الأين، فلا يحده مكان ولا يحده سقف ولا أرض، ولا يكون في مكان دون مكان، ولا يشبه، ولا له أعضاء، ولا له صور، ولا له جنس، ولا له شريك. هذا اعتقادنا نحن الشيعة، من أعظم وأخطر وأقوى الاعتقادات العالمية في الربوبية. وأنا أوجه هذا الخطاب لأكابر الملاحدة، الزنادقة، النصارى، البوذية، الهندوسية، الطائفة البكرية، الإسماعيلية، أي واحد على أي طائفة على وجه الكرة الأرضية، أتحداها أن تأتي وتناظر معنا نحن الشيعة في التوحيد. حتى بعض أو أغلب ما يسمى بعلماء الغرب من الباحثين والقارئين اعتقدوا وأقروا، قالوا أن أعظم كتاب في توحيد الله عز وجل هو كتاب شيعي بعنوان المفضل بن عمر، رواياته اللي كان يرويها عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في التوحيد. هذا الكلام مو من عندي طبعا، هاي علماء في ألمانيا وغير ألمانيا أقروا بهذا الشيء. أكثر طائفة على وجه الكرة الأرضية دينية لديها دقة عجيبة عجيبة عجيبة، دقة عجيبة في مسألة التوحيد، هي الطائفة الشيعية بلا منازع أبدا أبدا، بلا منازع. هاي من ناحية التوحيد، نحن نختلف عنكم اختلاف تام جذري، فرق السماء عن الأرض. من ناحية الاعتقاد بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، الذي هو على خلق عظيم، هذا الذي على خلق عظيم حينما يأتي له رجل أعمى لا يعبس في وجهه لأنه على خلق عظيم. أنتم تقولون إن عبس وتولى نزلت في النبي محمد، وهذا يناقض أخلاق النبوة، إذ أن الروايات الصحيحة عندنا وعندكم قالت أن عبس وتولى نزلت في الطاغية الثالث عثمان بن عفان، نزلت فيه، هو الذي عبس وتولى. ولكن حتى أياد التاريخ تتلاعب بالتاريخ،
ألسقوا هذه التهمة بسيد الخلق، بسيد الخلق أخلاقه، سيد الخلق أخلاقه يعبس في وجه أعمى، بينما القرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم. أليس هذا من التناقض؟ أنتم تعتقدون بهذا الاعتقاد، نحن لا نعتقد بهذا الاعتقاد. أنتم تعتقدون أن النبي رجل مجنون بالعراق مخبل، استغفر الله، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم، اعذرني يا رسول الله اعذرني. أنتم تعتقدون أن النبي محمد رجل مجنون مخبل، كما روت الفاحشة عائشة لعنة الله عليها في صحيح البخاري ومسلم، قالت أن النبي كان يتخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، كان عنده اضطراب بعقله، يقول أنا سويت هذا ما سويته، أنا رحت هيك لو ما رحت، أنا اليوم سويت هيك لو ما سويت، أكو اضطراب كان بعقله، كان يتخيل له الشيء أنه يفعله ولا يفعله، حتى مضمون الرواية طبعا، والرواية في الصحاح، هاي المصيبة، تقول حتى أنه أراد أن ينتحر 3 مرات من أعلى الجبل، فكلما أراد أن ينتحر جاءه جبرائيل وقال له يا محمد انتظر انتظر، لا تشمر نفسك، أنت رسول الله، انتظر انتظر، أنت رسول الله. ثم مرة ثانية أيضا يريد أن ينتحر، ويأتيه جبرائيل ويقول له انتظر انتظر، أنت رسول الله، والمرة الثالثة هكذا. نحن نعتقد أن النبي رجل معصوم، رجل معصوم، النبي هو الذي يعلم جبرائيل ويعلم الملائكة، هذا اعتقادنا، النبي لا يدخل عليه الجنون والعياذ بالله، النبي لا يدخل عليه السحر. أنتم تعتقدون بصحاحكم أن النبي رجل كان مسحور يسحر، أنتم تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله يسهو ويخطأ، نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله رجل معصوم، معصوم من قبل رب العالمين، عند عصمة، عصمة إلهية، كما نصت آية التطهير وبقية الآيات القرآنية. فهذا اختلاف عظيم، أنتم تعتقدون بنبي مجنون، بنبي مهووس بالنساء، أنتم تعتقدون أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله تعتقدون به أنه رجل مجنون بالنساء، وتتهمونه أنه تزوج حتى القاصرات، وهذا كلام غير صحيح، هذه من اتهاماتكم التي افترت بها عائشة على النبي، بينما نحن لا نعتقد بهذا الاعتقاد. النبي سيد الخلق، سيد الخلق خلقا وأخلاقا، ما يفعل أي شيء خطأ، ما يفعل أي شيء مريب، ما يفعل أي شيء مؤذي. واحدة من الأدلة التي كسرتم بها ظهور الإسلام، واحدة من الأدلة التي كسرتم بها ظهر الإسلام، هي هذا الفيلم المسيء للنبي الذي أنتج في هولندا أو ألمانيا، ما أتذكر، اللي العالم كله ما قبل به، الفيلم المسيء للنبي. اذهب اذهب وادخل على الشركة التي أنتجت هذا أنتجت هذا الفيلم، اذهب وادخل على الموقع مالتهم، شوف شنو قالوا يوم اللي صارت الضجة، وقالوا هذا الفيلم مسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شركة الإنتاج كتبت على الموقع الرسمي، قالت نحن لم نأتي بقصص خيالية، نحن جئنا بما ورد عند المسلمين، روح شوف الروايات اللي جابوها منين، أتحداك إذا جبت روايات شيعية. راحوا جابوا روايات صحيح البخاري ومسلم، اللي النبي يجامع 40 امرأة في ليلة واحدة، هذا شنو هذا؟ هذا ليس من الإساءة بحق النبي؟ النبي يمص لسان عائشة وهي صائمة، هاي امرأة مجنونة تحاول تروي على النبي أشياء، روايات تشوه سمعته، النبي تقول النبي كان يمص لساني وأنا صائمة، النبي ما كان يسوي هالأشياء، هي مجنونة، لأن النبي كان ما يوصلها، كانت تتمنى إنه النبي يوصلها، فكانت تفتري على النبي. النبي كان يجامع عائشة وهي حائض، هاي راحوا أخذوا هكذا روايات وضعوها في الفيلم المسيء، وهي من رواياتكم. فهذا اعتقادنا في النبي صلى الله عليه وآله، هو رجل معصوم، معصوم من قبل رب العالمين، لا يدخل عليه خطأ ولا يخرج منه خطأ أبدا. هذا الآن عددت لك الاعتقاد بالربوبية، عددت لك الاعتقاد بالنبوة، أما نأتي ما بعد النبوة، الإمامة. نحن نعتقد أن الأئمة
الخلفاء الشرعيين بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما نص البخاري ومسلم، هم 12 خليفة كلهم من قريش، لا توجد فرقة مسلمة واحدة لديها 12 خليفة كلهم من قريش إلا الفرقة الشيعية أبدا. روح الآن وابحث، كلهم اضطربوا، كلهم، كل الفرق الموجودة الآن الإسلامية كلها اضطربت في 12، كلها، خاصة حينما يكون التحديد من ولد فاطمة، من ولد علي. نحن نعتقد أن التنصيب الإلهي الذي نصت رواياتكم قبل رواياتنا على أن إكمال الدين كان في يوم الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم، إكمال الدين كان في يوم الغدير ببيعة علي عليه السلام، حينما جاءه أبو بكر وعمر ومسحوا على يده بالبيعة بإمرة المؤمنين، بإمرة المؤمنين، حتى أنكم رويتم أن عمر قال: بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة بعد رسول الله، هذه بيعة بالولاية، هذه البيعة بالولاية حدث بعدها انقلاب الله عز وجل ذكره بالقرآن، قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الانقلاب الذي جرى بعد استشهاد النبي هو انقلاب على بيعة علي في يوم الغدير التي سبقت موت النبي بأيام، استشهاد النبي بأيام صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نعتقد بالإمامة، أن الإمام علي عليه السلام هو الخليفة الأول، من تقدم عليه كافر، هذا ثالثا. رابعا، أنتم تخالفون كل الأصول الدينية، أنتم لستم من الإسلام إلا بالاسم فقط، لا أكثر ولا أقل، أنتم جئتم ببدعة التكتف من المجوس الذين أنتم ليل ونهار تسبونهم 24 ساعة، سبون المجوس، بينما عمر بن الخطاب أدخل بدعة التكتف بالصلاة من المجوس. بدعة التكتف بالصلاة ما كانت موجودة، ما كانت موجودة، حتى أنتم رويتم أن النبي كان يصلي مسبلا يداه، يعني إيديه منزلهن مثل الشيعة، من أين جاءت بدعة التكتف؟ دخلوا أسر المجوس بعد فتح بلاد فارس على عمر، فوضعوا يدهم هكذا وركعوا، قال لهم: لما تفعلون هكذا؟ قالوا له: هكذا نعظم آلهتنا. فقال عمر: إذن فلنعظم الله عز وجل بهذه الطريقة. دخلت بدعة التكتف بالصلاة، أصبحتم مبتدعون، أصبحتم مبتدعون، أنتم أناس مبتدعون، لستم من الإسلام في شيء. التراويح، التراويح بدعة واضحة وضوح الشمس، الحمار الأعمى والأعرج هو بنفسه يشهد أن هذه بدعة، حتى الحمار، حتى عمر بن الخطاب في صحيح البخاري ومسلم يقول: نعم البدعة هذه، بالنص، يعني واحد يقول: جئت ببدعة بالدين الإسلامي ونعم البدعة هذه. احنا نقول رضي الله عنه وأرضاه، ليش؟ لأن نروح نتلاعب بالكلام، نراوغ بالكلام أن هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا لا يوجد. القاعدة تقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هاي القاعدة الأصلية، ولكن لأنها من عمر فيجب أن نجد لها مراوغة، وهي نقول أن هذه بدعة حسنة، لا، ما عندنا بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل على نحو الإطلاق، كل بدعة ضلالة، ما جاءت الرواية كل بدعة سيئة ضلالة حتى نستثني البدعة الحسنة، لا لا لا، كل بدعة ضلالة. وعمر بن الخطاب يقر يعترف، ينطق بلسانه في البخاري ومسلم، يقول: إن صلاة التراويح بدعة أنا ابتدعتها، نعم البدعة هذه. أنتم أناس مبتدعون،
هاي من الناحية التكتف في الصلاة، ومن ناحية البدعة في الصلاة، ومن ناحية الوضوء، فأنتم تخالفون قول الله عز وجل في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أنتم لا تمسحون، أنتم تغسلون، لأن عائشة كانت تغسل رأسها. عائشة افترت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان يمسح رأسه، أنه كان يغسل رأسه إلى ما خلف أذنيه، وهذا من كذب عائشة على النبي. فأخذتم بقول عائشة وتركتم قول الله في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول امسحوا وامسحوا برؤوسكم، مسح لا يقيم المسح الآن إلا الشيعة، وأنتم تغسلون رأسكم وأرجلكم، وهذا مخالف للقرآن الكريم. أنا بصراحة حاولت أقتصر بما هو خلاف بيننا وبينكم، وإلا قسما بالله لو أردنا أن نتكلم عن كل شيء وكل خلاف لما اكتفينا بالسنوات. حياك الله وبياك أخي الكريم.